بص يا جماعه بقى، حياه المغتربين، مغتربين بس ايه اللي مش محسسنا بالغربه الصراحه. دلوقتي يا جماعه عند شادي، جميل، قال لنا ايه عايزين نعمل لقمه خفيفه. فايه اللقمه الخفيفه دي بقى؟ ممكن تشرح لنا بس بعد اذنك يا باشا؟ بطاطس في الفرن ولسه اللحمه ورز حته الزبده دي وفتوش وده ايه ده؟ معلش انا اسف، ده ايه ده؟ لا دي بيك بوتيتو، دي بطاطس كبيره يعني. بيك بوتيتو بيك يعني ناحيه كده لايك بيكري بيك. بيك بوتيتو ماشي. وهنا هنا فتوش. ده ايه الفتوش بقى؟ لا اشرح لي كده يا باشا. سلطه يا فندم، سلطه. سلطه يا جماعه، انا شايف فيه اسمه ده رمان. فتوش رمان على بص. لا لا في شغل عادي، في شغل عادي. لا لا شغل فخم وانا مش هينفع اطلع شادي بالمنظر خالص. دي بيك بوتيتو. تمام. تغسل البطاطس الصغيره دي، بتغسلها على الصحن الصحيح. تمام. ملح وفلفل وترميها في الفرن. شكرا يا باشا. ده رز بالخلطه. كان لسه خلطه تيجي، بس هنعمل رز اصفر ده، رز كبسه، وبعد كده ايه نكمل الموضوع ده. نشوف كده. انت جاي تعبان من الشغل؟ مش فايق. لا ده سريع كده، فش فش اللي هو حاجه سريعه، فاهم؟ ما اديك شايف العيال هتيجي جعانه، واحنا العيال لو جعت صاحبي تعرف التونه والعيش الريتش. ليش الكلام ده؟ احنا هنا انا لا لا يا جماعه، شادي عامل شغل عالي. احنا امبارح فعلا كنا ايه بقى، تعبانين بجد. مكرونه بالجمبري حاجه عسليه بس يعني. بس لا لا محتاج اعودك على التونه. انا هرجع السريع، خد بالك هتحسبها تلاقي هي. ايوه ما هي الميزه في كده، بس انت معاك حد فاهم، بس هي خلاص تكون بتعرف تطبخ. بس دي اهم حاجه. مفيش بقى شويه بطاطس رايقه بقى، رز اللي هو الكبسه صح، وده اللحمه. اعمل لنا واحده بخار بس، قلنا عايز احضر، عايز احدث. يا الهي ولا هو كده السر يا جدعان، يا جدعان شغل عالي قسما بالله. ولا 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 ده كان عرض على ازازه الزيت ده بكام؟ ب 12 درهم. طب حلو، ده انا كنت شايف الصغيره ب 10 درهم. 3 لتر ونص من نستو؟ لا من نستو حلو، شفت ان في حاجه حلوه. مش غير من نستو. نعمل عيش عشان فتوش. عشان ايه؟ فتوش. فتوش صاحبي، انا بقول لي انت تغير شغلك، خلي بالك. اقسم بالله ان في حد يدوق اكلي غير لما تفتح مطعم. يعني بجد والله احنا انت تغير شغلك والله. شغل شغل انت. ايوه هو بيقول لك اهو. اسمه سلطه فتوش. ماشي سلطه فتوش. شادي اقسم بالله عامل شاد شغل، شاد شغل رقيق. لا انا عايزك تلبس حاجه يا عم، انا عايز اصورك. البس حاجه يا عم عشان اصورك، مش هينفع كده. يعني انا مش انا اللي بطبخ وانت اللي بتطبخ، بس البس حاجه. بص يا جماعه، يعني خليكم جاهزين ان انتوا هتشوفوا ايه تصبيره. التصبيره بتاعت بالليل كده، عشان شادي قال لي تعالى بس ايه بالتصبيره بس بسرعه بس كده. بص يا جماعه بقى، بطاطس، لحمه، بطاطس اسمها ايه دي يا صاحبي؟ معلش بيك بوتيتو. لا دي بيك دي بوتيتو، دي بطاطس مشويه. بطاطس فرن عادي. دي اسمها ايه؟ فتوش يا فندم. فتوش. فتوش يا جماعه. شادي تمام؟ شادي بس عامل لنا اكله خفيفه عشان والله. انت ايه رايك يا اسماعيل؟ لا خفيفه خالص. ها؟ عشان الدايت. هو ما بيحبش تقل. لا عشان الدايت بس يا اخي والله. انا حاسس ان انت خسيت، خلي بالك، حاسس ان انت هفتان. انا خسيت 12 كيلو في شهر. 12 كيلو في شهر، فانت هتعوضه من النهارده بس بالماينس الناحيه الثانيه. ما تخسش. لا يا جماعه يعني كمان احنا نسينا. نزل احنا نهق وهق. لا احنا نهق، احنا نهق ونق. رز بالجمبري يا جماعه، عشان ايه لسه جاي من الشغل وتعبانين والله ما قادر اتحرك. هو كده اقسم بالله هو كده حاجه سريعه. مش قادر اتحرك صاحبي. اعرف حاجه عن التونه؟ التونه والعيش الريتش والله دي مش هاري. بص صاحبي دلوقتي يخلصوا عندي في يومين ثلاثه دول. العلبه دي يعني داخله على 50 يوم عجري. 50 يوم؟ والله دي اقسم بالله. دي بنام لاخويا مصطفى اللي راح نزل لي 50 يوم. صعب، انا جايبها اول امبارح تقريبا، خلص النهارده. داخل على 50 يوم عليه. اسماعيل بقى يا جماعه على كيفكم، اقسم بالله. بص عسليه والله، حته عسليه. والله ايوه يا عم لايف، على فكره انت لايف. لا يا اخي ايوه، في 3000 واحد في اللايف دلوقتي. قول لهم طب منورين. طب اي حاجه تانية؟ الدرس يا الدرس. انا اتدرست. ما بقى انا مش هقدر اصور لكم اللي هيحصل بعد كده، انا ممكن اصور لكم اللي الاطباق الفاضيه يعني، لما اللي هيحصل بعد كده لا. بس مساكم زي الفل.